مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة، وزي ما احنا متعودين معاكم هيكون لنا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هيكون لنا جولة في اخبار كرة القدم العالمية واخر الاخبار الخاصة بالالعاب الاخرى. كل ده تحت شعار واحد، ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس هي اللي بتجمعنا كلنا، هي الرياضة. خلونا نبدأ زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. الزمالك في مواجهة صعبة امام الداخلية في مشوار البقاء في المربع الذهبي. الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة انبي في الدوري. إنجاز جديد للإسكواش المصري، علي فرج ونور الطيب يتوجان ببطولة مانشستر المفتوحة. وعالميا مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي من ملعب الاتحاد. من العناوين هروح لتفاصيل أخبارنا، والبداية مع أخبارنا المحلية. هنبدأ أخبارنا النهاردة من نادي الزمالك اللي عنده مواجهة صعبة جدا النهاردة أمام الداخلية الساعة 9:30 على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 29 لمسابقة الدوري المصري. مواجهة اليوم كل فريق عايز ما فيش شك إنه يكسب الثلاث نقط. الزمالك عايز يروح أكتر للمركز الثاني ويأمن وضعه في المربع الذهبي، والداخلية أكيد عاوز يتفادى صراع الهبوط اللي بيصارعه بقاله فترة حتى لا يسقط في دوري القسم الثاني. أكيد كل واحد فيهم عاوز يحسن وضعه في الدوري. لو بصينا على ترتيب الزمالك في الجدول هلاقيه في المركز مش واضحة، لكن في خامس في الدوري وبرصيد 46 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة. الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني للزمالك اتكلم مع لاعبي فريقه حول ضرورة التركيز في المباراة وتحقيق الفوز، خاصة إن فريق الداخلية يعاني من شبح الهبوط وسيكون ندا قويا، لا سيما إن علاء عبد العالم مدير الفني للداخلية سيقوم بغلق كافة المساحات أمام لاعبي الأبيض ويعمل على خطف أكيد الطاولة ويخطف الثلاث نقاط. أكيد كل منهم يعني عنده حساباته. حذر كمان علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية اللاعبين من خطورة الفارس الأبيض. ما فيش شك أن نادي الزمالك عنده من الإمكانيات أنه هو يقدر يخلي الأمور في مكانها، لكن طبعا طريقة لعب كابتن علاء عبد العال ما هي سهلة. مباراة ما فيش شك صعبة على الفرقتين، الزمالك في ترتيبه الرابع، ما فيش شك ان هو بيحاول ان هو يضمن ويروح للمركز الثاني عشان يشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا. طب هنسيب بقى مباراة الداخلية والزمالك ونتكلم شوية على الصفقات اللي بيفكر فيها مسؤولي الزمالك. وزي ما احنا عارفين تدعيم خط الهجوم ده من اهم الحاجات الفنية الضرورية جدا للجهاز الفني للزمالك. يمكن الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو اتكلم ان مهم جدا ان احنا ندعم مركزين. مركز الظهير الايسر عنده اصابات بالجملة،
عنده احمد فتوح وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي لحد الان مش مستقرين على حالتهم الفنيه وكمان البدنيه. عنده طبعا نيه ان هو يعير اللاعب الشاب حاتم سكر عشان يكتسب مزيد من الخبرات. كمان عنده اكتر من كام ترشيح بقى في مركز الظهير الايسر، عنده هو اللاعب في الترسانه ضمن حساباته عشان يخش في صفقات الموسم الجديد، وده الترشيح ده جاء بناء على احد اللاعبين السابقين، يعني رشح احد لاعبي الترسانه وكانوا يعني بيشوفوا واتفرجوا على اللعيبه في القسم الثاني. كمان عندنا لعيب كده يعني وسائل الاعلام في جنوب افريقيا كشفت عن رغبه نادي الزمالك للتعاقد مع كالولا. فيستون كالولا ده لعيب يعني مهاجم مش طبيعي بيلعب في يانج افريكانز التنزاني. خلال سوق الانتقالات الصيفيه اللي فاتت كلها كان عنده منافسه قويه جدا ان هو يروح لنادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي، لكن كالولا الملقب بهالاند الكونغولي عنده 28 سنه سجل 31 جول في جميع المسابقات، يعني قد يكون هو الحل الامثل لنادي الزمالك لو حصل على خدماته في ظل تراجع مستوى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، بالاضافه لاقتراب رحيل البنيني سامسون ايكونولا. كمان عندنا نادي الزمالك محمد صبحي. محمد صبحي عنده يعني عروض وعنده نيه ان هو يتعاقد مع نادي الزمالك، عنده حسبتين، الحسبه ان هو يضمن بقائه بسعر مناسب، ويمكن هو رفض العرض الاول اللي تقدم ليه من نادي الزمالك كان بمبلغ 6 مليون، اللاعب موافق انه يفضل مع الزمالك لكن هو محتاج يزيد العقد شويتين مش شويه واحده يعني. ده حقه وجهه نظره ان هو يكون من اللعيبه اللي تستحق الامور الماديه المظبوطه يعني، من وجهه نظره نادي الزمالك قدم له العرض الاول وفي نيه ان هو ياخد عرض تاني، لان طبعا نادي فاركو اللي كان بيلعب فيه في الفترة الأخيرة برضو على عينه إن هو ياخد محمد صبحي من الزمالك. محمد صبحي ما فيش شك إن هو حارس كبير وحارس عنده من الخبرات الكويسة جدا، لعيب شارك في نهائي كاس أفريقيا، لعيب اتحط في أكتر من ظرف سواء على منتخب الشباب خد بطولة كاس أفريقيا على مستوى الشباب، كذلك مع نادي الزمالك اتحط في أكتر من موقف وهو أثبت إن هو من الحراس الكبار اللي هم يستحقوا. عرض الزمالك المقدم ليه في الفترة المقبلة هيكون 9 مليون، أيا كان بقى النتيجة أتمنى لمحمد صبحي وأتمنى لمسؤولين الزمالك إن هم يجدوا حل منصف للطرفين عشان محمد واحد من الحراس المميزين جدا في الفترة الأخيرة سواء بقى الأداء اللي بيتذبذب ليه محمد عواد أو غيره. نروح للنادي الأهلي. الأهلي عنده برنامج علاجي مكثف لتجهيز الشناوي، قلقان جدا النادي الأهلي إنه عنده يعني معلومات من الجهاز الطبي إن الشناوي يعني ممكن عنده حاجة في العضلة الخلفية، فطبعا في قلق، ما فيش يعني شك ان الشناوي واحد من الحراس الكبيره جدا وعنده نهائي كاس افريقيا قدام الوداد. طبعا يمكن احنا شفنا يعني الشناوي بيقدم عروض كبيره جدا جدا جدا، لكن مباراه مهمه امام الوداد المغربي، طبعا السمانه والخلفيه والاماميه عند الحراس الكبار زي دول بتفرق جدا في رشاقته تحت الثلاث خشبات يعني. فطبعا تجهيز قائد الفريق الاحمر مهم جدا للنادي الاهلي للمشاركه في ذهاب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام النادي الوداد والمحدد لها 4 نوفمبر القادم. مفيش شك ان النادي الاهلي قدم بطولة كويسة جدا، قدم مشوار افريقي مميز جدا، تفوق على كل منافسيه. البعض شكك في ان النادي الاهلي طبعا في بدايته دايما بيتعثر في المجموعات، لكن في النهاية لما بيعدي بقى ويروح بيكمل، وان شاء الله باذن الله يكمل الى ان يعود بالنجمة من ملعب مركب محمد الخامس اللي خسر على اسره البطولة اللي مرة اللي فاتت. اعتقد المنافسة هتكون شرسة وقوية بين النادي الاهلي والوداد المغربي. طبعا الاهلي عنده تلاحم كبير جدا في المباريات، عنده مباراه كبيره جدا قدام انبي، وعنده الفريق الاهلي طبعا المحلي دولي، بطولات فرديه زي كاس السوبر، مشاوير كتيره جدا للنادي الاهلي في كاس مصر، فطبعا عنده اكتر من مباراه. لكن مارسيل كولر عنده بقى فكره ان هو ينهي تجميد ايمن اشرف مدافع الاهلي اللي ابتعد
فترة طويلة جدا على مشاركة منذ وجود مارسيل كولر في النادي الأهلي لم يشارك أيمن أشرف في أي مباراة. هو اللاعب الوحيد يا عيني اللي لسه ما شافش أرضية الملعب مع الراجل ده. لكن هي طبعا وجهات نظر المدربين، كل واحد بقى عنده من الحسابات ما يكفي، لكن في النهاية المدرب يعني خلاص يعني زي ما بيقولوا كده فتح الباب أو الشباك لأيمن أشرف عشان يدخل من خلاله إلى ويقرب من المنطقة المهمة جدا بالنسبة كلاعب كرة قدم. يمكن الفترة اللي فاتت كولر أكد أنه بيفكر أنه يمنح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة والتزامه بالتعليمات. كل ده يعني بيأكد أن الراجل ده يعني هو بصراحة مدرب كبير، يعني مدرب بصراحة فارق جدا مع النادي الأهلي وعامل روتيشن وفكرة تدوير اللاعبين ومحدش يقعد ومحدش ينزل وما عندوش مهاجم زي لاعب وسط، كل الاحتمالات معاه وكل الأوراق معاه، وده مخليه يعني شخصية كبيرة جدا وثقة الإدارة فيه كويسة لأنه هو حقيقي مدرب كويس. الأهلي بيدخل معسكر مغلق عشان يستعد لمواجهة إنبي، عنده مباراة كبيرة طبعا. الأهلي هيختتم تدريباته لمواجهة إنبي بكرة إن شاء الله الثلاث، بيخوض الميدان الأحمر مرة الأخير ثم يعلن بقى كولر قائمة المباراة اللي هتدخل معسكر مغلق زي ما اتكلمنا النهارده بإذن الله. وزي ما احنا عارفين ان الشناوي هيغيب عن مباراة انبي بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة، كمان هو كما ذكرنا ان هو عنده إصابة في عضلة السمام. آخر لقاء للأهلي في الدوري كان من 17 ابريل عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0، ومن ساعتها لحد دلوقتي خاض الاهلي اربع مباريات في ربع ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي كاس مصر 2022 وكاس السوبر، فيعني اهلا بالاهلي في الدوري. كولر يحذر لعيب الاهلي من صعوبه مباراه انبي، مفيش شك ان اي مباراه بالنسبه لاي مدرب هي كبير، لاعبيه طبعا عندهم اجهاد وعندهم مشاوير وحكايات، لكن في الاخر هو الراجل اتكلم بكل صراحه ان اي مباراه الاهلي بياخدها هي مباراه كؤوس، لازم اكسب لازم افوز، لان الجمهور مش بيقبل باي نتيجه، سواء بقى مش عاوز يدخل في حسابات وذبذبه اللعيبه ده احنا خسرنا في انبي فاحنا داخلين على دوري ابطال افريقيا فده ممكن ياثر على اللاعبين، فهو اكد على ضروره التركيز من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه والاستمرار في سكة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري اللي بيتربع عليها حاليا رغم ابتعاده لفترة طويلة عن خوض مباريات لظروف طبعا المشاركة كما ذكرنا في بطولات دوري أبطال أفريقيا. كمان في إطار استعداد الأهلي لمواجهة إنبي يمكن حرص الجهاز الفني على بقى مشاهدة المقاطع الفيديو لمباراة إنبي الأخيرة عشان يعرف طبعا أسلوب لعب الفريق البترولي تحت قيادة تامر مصطفى وأسلوب تحضيره وخططه سواء بقى في الهجوم أو في الدفاع والاستحواذ، وطبعا كل ده طبعا بيفكر فيه اي مدرب قبل مواجهه الفريق المنافس. طبعا الحاله الدفاعيه والفنيه عند ايبي بصراحه حاله ممتازه، فريق كبير فريق عنده من الامكانيات ان هو يقدم مباراه كبيره. اليوم عندنا ثلاث مباريات قويه جدا في الجوله 29 للدوري الممتاز، هنتكلم وعنهم هتقام النهارده ابرز ثلاث مباريات من هذه المنافسه بخلاف بقى مباراه الداخليه. الزمالك هيلتقي مع الداخليه والاتحاد السكندري هيلاعب المصري الساعه 7 والمقاولون العرب هيلاعب طلائع الجيش. اكيد ما فيش شك كل فريق عاوز يحصد النقاط الثلاث دعم موقفه في الدوري. يمكن الاتحاد السكندري عنده مركز في المركز السادس ب 40 نقطه، المصري عنده 37 نقطه، في المركز الثامن عندنا طبعا زي ما قلنا المقاولين مع طلائع الجيش 9:30 مساء، فكل واحد فيهم بقى عنده المقاولين في المركز الخامس 40 نقطه وبيدخل المباراه بمعنويات مرتفعه، عنده فوز مهم جدا كان على حرس الحدود بعد سلسله طويله جدا من غياب الانتصارات، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر وقبل الاخير طبعا يعني حظه وحش بقاله فتره ب 25 نقطه، واكيد بيسعى بحماس المدرب الجديد عماد النحاس لتحقيق الفوز الغاب عن الفريق في اخر جولتين على امل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني. نروح للدرويش، الاسماعيلي طبعا بيقدم يعني بقى كورته الحلوه وبيقدم نتائج مميزه جدا مع مدربه حمزه الجمل. يمكن حمزه جمل فاز امبارح على حرس الحدود واغلق الملف تماما جدا واتكلم ان كان فوزه مهم امبارح وان مفيش شك ان الجوله 29 كانت وشها حلو عليه وعلى لعيبته
لما يفوز على حرس الحدود. عنده مواجهه في الكاس قدام فريق النجوم، مفيش شك ان هي هتتلعب يوم الاربعاء، مفيش شك ان هي مباراه برضو كبيره عنده طبعا من وجهه نظره. دي المباراه بين هنا وبين هنا. الاسماعيلي فاز على حرس الحدود بهدف، مباراه كانت كبيره جدا لعبت امبارح. اشاد حمزه جمل بما يقدمه اللاعبين في الدراويش يعني خلال الفتره الصعبه اللي شافها طبعا مع الفريق، كان في مستويات يعني الاسماعيلي كان بصراحه كان بعيد خالص وابتعد تماما جدا جدا وكان راح في طريقه للهبوط، لكن هو استلم المهمه وكان الفريق في المركز الاخير برصيد 14 نقطه. قاتل وهو ولعبته واجتهد وتعب وكان في مسانده كبيره جدا من الاداره والجمهور عشان يرجع لمسار الاسماعيلي اللي احنا متعودين على كورته الحلوه، وابتعد قليلا عن مناطق الخطر. ويمكن انا بوجه له التحيه والشكر والتقدير لاعب من لاعبي الاسماعيلي اللي هو تحمل المرحله بكامل ضغوطها وبكامل ظروفها وبقله مصاريفها، ولكن في النهايه وصل للمنطقه الدافيه، واتمنى له التوفيق لانه دايما كده المدرب لما يستلم المهمه في وقت صعب وفي وقت يعني ما فيش شك ان هي هتبقى وقت لا اما انت يعني تشيل الليله وتتحسب عليك ولا اما ليك، فالحمد لله يعني انا بهنيه على المجهود. دايما اي حاجه حلوه في الدوري المصري لازم نسند مدربينا خصوصا الشباب او ابناء البلد. يمكن عنده مباراه ما فيش شك كانت امبارح بالنسبه له كانت من وجهه نظره كانت مباراه مصيريه، حرس الحدود عنده يعني رغبه انه يفوز ويخرج من منطقه الخطر، لكن يا عيني يعني الدنيا مش ماشيه معاه وبقاله فتره الدنيا مش ظابطه خالص جدا جدا جدا. لكن كابتن حمزه جمل الاسماعيلي معاه في نتائج حلوه، حقق 5 فوز في الدوري، تعادل 3 مرات امام بقى فيوتشر وفاركو وسيراميكا، خسر بنك اهلي وبيراميدز 2-0 مع البنك الاهلي 3-0 مع بيراميدز، لكن في النهايه بمعدل 5 نتائج مهمه جدا قدر يطلع بالاسماعيلي لقدام. نروح لنادي سموحه. يمكن محمد نادي لاعب فريق سموحه دخل تدريبات الفريق امس استعدادا لمواجهه فريق فاركو. المقرر ان شاء الله ان هي تتلعب يوم الثلاث في اطار منافسات الجوله 29 من بطوله الدوري. تعافى نادي من الاصابه بمزق، كان عنده مزق في العضله الاماميه اللي ابعدته عن المواجهه في مباراه فيوتشر الاخيره، لكنه انتظم في المران الفريق امس ليعلن جاهزيته لمواجهه فاركو. ويتنفس بقى احمد سامي الصعداء بعد عوده اللاعب بسبب معاناه الفريق من غياب الثنائي الهجومي حسام حسن والغاني بنجامين بواتينج. نروح لنادي بيراميدز. أعرب هاني سعيد المدير الفني الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على اللي حققه فريقه بهدفين دون رد مقابل، يعني نتيجه كبيره على حساب غزل المحله. طبعا كانت مهم جدا ان بيراميدز يرجع لنغمه انتصاراته ويحس بايجابيه كبيره جدا. اكد طبعا هاني سعيد ان المباراه ما فيش شك ان هي كانت صعبه وكان لقاء خاص، ومواجهه المحله في ملعبه على ارضه في قلعه الفلاحين من اللقاءات الصعبه للغايه. وكمان اكد ان الفريق قدم مباراه قويه ونجح في حصد 3 نقاط مهمه جدا في جدول الترتيب. الفريق عمل اللي عليه وقدم كل شيء. المواجهه ما فيش شك كانت صعبه، وهي تعتبر من افضل النتائج من وجهه نظره واللقاءات اللي نجح فيها في حصد نقاط غاليه في توقيت نفسي وذهني وبدني مهم جدا لبيراميدز. نروح للنادي اسوان، وتاكد عوده ديلينسون كاموني مهاجم الفريق للتشكيل الاساسي للتماسيح النيل. عنده طبعا مباراه البنك الاهلي هتتلعب الثلاث، ما فيش شك ان هي مباراه صعبه. كاموني كان بيعاني من اصابه قويه ابعدته في الفتره اللي فاتت عن الفريق وعاد لصفوف اسوان في المباراه الاخيره امام الزمالك، لكن ايمن رمادي فضل عدم الدفع به اساسيا كاجراء احترازي، ويحتل اسوان المركز الثاني 10 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطه. كمان اقترب محمد عطوه من العودة لصفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة اللي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن الفريق مدة بقى فترة أسابيع بعيدة. يعني اللاعب بينزل المرة دي بقى في تدريبات تأهيلية تمهيدا للدخول في قائمة الفريق بجولات الحسم في الدوري. يمكن من حكايات برضو فيوتشر ان الجهاز الفني بقيادة علي ماهر بيعمل على تجهيز احمد عاطف لاعب الفريق عشان يقود فيوتشر في اللقاء المقبل امام سيراميكا بالدوري، وذلك بعد تاكد غياب مروان محسن عن اللقاء المرتقب بسبب اصابته. عنده اصابه طبعا في كسر في عظم الوجه. الف سلامات طبعا لمروان، ان شاء الله ترجع وتبقى اقوى واحسن من الاول.
طبعا كان الاصابه دي كانت في مباراه فيوتشر لما تعادل مع سموحه بهدف لكل منهما في الجوله اللي فاتت، واتمنى طبعا الشفاء، وباكد مره ثانيه ان شاء الله ترجع وتبقى احسن من الاول. عاد فريق الكره الاول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته اليوم، تدريباته الخميس الماضي عفوا، بعد انتهاء الراحه اللي منحها علي ماهر مدرب الفريق للاعبين لمده 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة اللي فاتت. ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول الترتيب لبرصيد 51 نقطة. موسم رائع، أداء مشرف، لكن خليني يعني أأكد أن كابتن علي ماهر واحد من المدربين المهمين جدا في الدوري المصري. من أخبار الدوري الممتاز نروح لأخبار الممتاز به، ونبدأ مع نادي لافيينا، حيث يعود محمود الحلواني مدافع الفريق إلى صفوفه بعد نهاية إيقافه لتراكم البطاقات وغيابه على لقاء شبان إنم، واللي انتهى بفوز الشبان بهدف. وسيعود الحلواني خلال مواجهة الفيوم المقرر لها الخميس المقبل، وسجل اللاعب 5 أهداف مع فريقه خلال مباريات الدوري، ويحتل لافيينا المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلفا للجونة المتصدر برصيد 57 نقطة. أكد أشرف ريان المدير الفني لفريق إسترن كامباني بأن الأربع مباريات المقبلة ستكون تحسين مراكز فقط بعد التعادل الفريق عن صراع الهبوط وعن المنافسة على دوري المحترفين. يحتل إسترن كامباني المركز 12 برصيد 27 نقطة في المجموعة الثانية، ويستعد الفريق لمواجهة العبور في الجولة 27. على الجانب الاخر يستعد العبور لمواجهه ايسترن كومباني، حيث اكد علاء سيد المشرف على العام على الكره بنادي العبور بالتركيز في مباراه ايسترن كومباني، نظرا لان ايسترن سيلعب بدون ضغوط وحذر لاعبين من التهاون امامه، ولديهم طبعا امثله زي تعادلهم مع الاعلاميين ومع السكه الحديد، وتم طبعا صرف كل المكافئات اللاعبين نظرا للهدف في المشاركه في دوري المحترفين. ويحتل العبور المركز التاسع برصيد 39 نقطه. بكده تكون خلصت فقرتنا الأولى، هروح لفاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الكرة العالمية وآخر أخبار الأندية الأوروبية. طبعا البداية للدوري الأقوى والأشرس على مستوى العالم هو الدوري الإنجليزي. طبعا الجولة 37، نيوكاسل هيلاعب ليستر سيتي الساعة 10 مساء. نروح بقى طبعا لمباراة الدوري الإيطالي في الجولة 36، روما يلعب سالرنيتانا الساعة 7:30، وإمبولي مع يوفنتوس الساعة 10:15. طبعا يعني بداية لازم تكون من الدوري الإنجليزي وتحديدا فريق مانشستر سيتي. طبعا مانشستر سيتي اللي قدم أقوى عروضه في هذا السيزون بالتحديد، احتفل امبارح بشكل رسمي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي. تسلم الفريق بقالة مدربه بيب جوارديولا اللقب بعد انتهاء مواجهة تشيلسي اللي حسمها لصالحه بهدف دون رد. السنة دي تعلم من درس الماضي، طبعا هو بيعمل ضغط عالي طول 90 دقيقة، يعني بيكسر الأمبير الراجل ما بيهزرش، لكن في المرة دي بقى قدر يوزع الضغط العالي، يلعب بقى 30 دقيقة ويرجع تاني يدافع ويبدأ تاني 30 دقيقة. فإذا هو النهاردة بيصل للنجمة رقم 3 مع مانشستر سيتي في الدوري، ويمكن طبعا بيتعادل في هذه المنافسة القوية برصيد 9 بطولات. فريق كبير مفيش شك، عنده من الألقاب والسجلات الكبيرة جدا، بيعادل رقم إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. مفيش شك إن بيب جوارديولا أحد من أعظم المدربين في الدنيا، معاه يعني عناصر لعيبة غريبة عجيبة، لعيب فيهم بيبقى يتمنى إن هو يبقى موجود ويضمن وجوده في التشكيلة الأساسية. يمكن شفنا مباراة ريال مدريد، طبعا أي حد بيتكلم عن ريال مدريد في المباراة اللي فاتت كان هو طبعا عنده من الثقة ومن الإمكانيات إن هو يكسب، لكن في الآخر بيب جوارديولا كان قاسي جدا على الريال، كان قادر إنه يروح ويعدي ويوصل لأكبر نتيجة. يعني ده مدرب من المدربين المختلفين اللي بيصنع كورة جديدة، بيعمل حاجة غريبة، بيخلي الناس تستمتع بكرة القدم تحبها. مدرب عنيد قوي شرس، عنده من الذكاء ومن الحكمة انه يعمل كل حاجة في كرة القدم. هو بيلعب جيم وبيمتع العالم بهذا الجيم، بيختار عناصر لعيبة ايا كان بقى، اللعيب كبير صغير مش فارق معاه الموضوع، عنده هو بيثبت للناس ان كرة القدم اكيد ما فيش شك ان هي جماعية. بتشوف طبعا طريقة لعب مانشستر يونايتد، يعني انا بحكي مع اصحابي لو فكرت لعب مانشستر يونايتد مش هشوف اللعيبة من كتر السرعة، مش بانك هتتفرج بس، من كتر سرعه اللعيبه والقوه البدنيه القويه اللي قدر يعني يخليها بقى مطعمه
بالطريقة المهارية، فأكيد ما فيش شك إن العالم استمتع بهذه التجربة، العالم استمتع بكرة قدم مع بيب جوارديولا. سواء بقى لو رجعنا لورا شوية مع باير ميونخ لما فاز معاه، وكذلك لما كان مع برشلونة متع العالم معاه، فيروح لأقوى دوري في العالم ويفوز وتفوق مع الأرسنال اللي كان عنده فرصة كبيرة جدا، لكن أمام هذا القطار الذي لن ولم يتوقف إلا في محطته الأخيرة. أكيد محطته الأخيرة كانت الدوري، وعنده مباراة كبيرة قدام الإنترستي اللي واحد من أكبر أندية الدنيا، لكن في النهاية هتبقى منافسة قوية جدا في تركيا بين الإنتر ومانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال. أيا كانت الحسابات، أيا كانت التكهنات، عاقل أو مجنون، لكن في النهاية كرة القدم مجنونة مع هذا الرجل بيب جوارديولا. مش طبيعي، بيقدم كرة غريبة، كل لعيبه بتجري، يعني حتى الدكه بتجري، مش عارف هو يعني هيقف امتى. في النهايه دي حكايه جديده بيحكي لنا واحد من ضمن المبدعين في عالم كره القدم. نروح للصحف الانجليزيه اللي ما فيش شك ان هي اهتمت بتتويج مانشستر سيتي بلقب البريمير ليج، اللي جانب ان هي سلطت الضوء على اقتراب برضه ليدز يونايتد من الهبوط بعد السقوط امام ويست هام بنتيجه 3-1. مفيش شك ان برضه صحيفه ديلي اكسبريس قالت ان اكبر عنوان ليها من خارج هذا العالم بيبي يشيد بابطال سيتي الاستثنائيين الذين يضعون الان الثلاثيه تحت انظارهم وفي دولاب مانشستر سيتي. اما صحيفه الجارديان قالت ان يوم تتويج السيتي يحمل التاج ويستهدف الثلاثيه. كمان صحيفه ديلي ستار قالت ان صرخه الثلاثيه هذه الثلاثه على التوالي، والان استهداف ثالث في موسم واحد. مفيش شك ان هذا المدرب يستهدف كل الاهداف بتاعته، مدرب استثنائي اشاد ما فيش شك بالمباراه اللي فاتت امام تشيلسي، اشاد بفريقه قدام طبعا كل خصومه، خصوصا بقى الارسنال وصيفه، وخصوصا كل الفرق الكبيره. كان طبعا عندنا مباراه كبيره جدا بنشوفها امام ليفربول، بقت قدام الارسنال، بقت قدام اي من كان، قدام ريال مدريد. ففي دروس كتيرة جدا وعظة بيديها بيب جوارديولا لكل المتابعين والمهتمين بكرة القدم ما فيش شك. أكيد في حديث مهم قاله بيب جوارديولا عن بعد مباراته على امام فريق تشيلسي، مفيش شك ان هو عنده رغبه كبيره جدا في تحقيق الثلاثيه التاريخيه، مفيش شك ان هو عنده نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ضد مانشستر يونايتد، وبعدها يروح لاسطنبول لمواجهه الانتر، عنده من الحكايات بقى والروايات اللي لسه هيحكيها، لكن كان حديث واضح وكان اهتمام كبير جدا بلاعبيه، وكان اهتمام جدا بجماهيره ومساندة ادارته، لكن في النهايه انا حقيقي بشكرك على انك انت بتقدم لنا كوره حلوه، تخلينا نستمتع حتى لو كان المنافس بتاعك احنا بنحبه، وانت كمان ممكن ما كنتش بنشجعك، لكن في النهايه لازم نحترم ونقدر المهنيه والكوره الحلوه اللي انت بتعملها. في شك اي حد بيعمل اي حاجه حلوه لازم احنا نذكرها، لكن اللي انت بتعمله ده حكايه هيفضل التاريخ يحكيها في كره القدم ايا من كان. انت مدرب جامد جدا. على الجانب الاخر عندنا فرانك لامبرد، واحد من نجوم بقى الكره الانجليزيه، مدرب تشيلسي، اشاد بمانشستر سيتي بعد تتويجه باللقب، وقال ان السيتي لم يفوز بثلاثه القاب متتاليه بالصدفه، لكن عنده اكيد عطاء وتعب ومجهود واشتغل كتير جدا على انه يصل الى هذه المرحله. تعالوا نسمع تصريحات النجم لامبرد، نجم تشيلسي ونجم المنتخب الانجليزي بعد المباراه. في شك طبعا احترام كبير جدا من نجم كبير جدا زي لامبرد للكره اللي بيقدمها مانشستر سيتي، ما فيش شك ان كل الناس لازم تحترم بيب جوارديولا، تحترم فكره وتحترم اصراره وتحترم كمان ان هو يعني ما فيش شك ان هو كان يعني بيخطا، كلنا بنخطأ وما زال بيخطأ، لكن هو قراءته لسيناريوهات الماضي وتغيرها أمام بقى مباراة النوك أوت مع ريال مدريد، لا وبرضه مش هينفع. المرة اللي فاتت أنا في 6 دقايق يعني طول الماتش في الدقيقة 86 عمل كل حاجة في الكورة، فقط تركيزه 6 دقايق ريال مدريد كسب، وصل طبعا للأشواط الإضافية وخلص المباراة، فما عندوش يعني نية إن هو يعملها تاني. وطبعا في المباراه اللي كانت في ملعب مدريد كانت مباراه صعبه، لما رجع وهو لعب ضغط عالي مش طبيعي، يعني سكه 35 دقيقه مفيش لعيب في الملعب ما بيقف، يعني طبعا احنا ما شفناش الحارس بتاعه طول ال 35 دقيقه، وكان طبعا في صدمه كهربائيه في كل اللعيبه بتاعت ريال مدريد بالجمهور بالمدربين بالدكه، مفيش شك ان الموضوع كان صعب جدا على اي فريق، حتى المشاهد كان يعني ممكن لو كان حد نفسه يشرب ما كانش هيشرب، لو كان حد عاوز يعمل حاجه مش هيعملها، بس اتفرج كده طول الماتش مش طبيعي. فهو الراجل عمل 35 دقيقه بسرعه نوويه يعني، فهو مش طبيعي مش عادي. مفيش شك ان هو مدرب كبير وفهم الدروس اللي هو وقع فيها، واكيد العالم لازم يستمتع واحنا كمان نستمتع. نروح للدوري الالماني. الدوري الالماني عندنا في بروسيا دورتموند، ويعني بقى صراع بين العملاقين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بفارق نقطتين عن الصداره، فالدوري الالماني مولع في الجوله الاخيره، الجوله قبل الاخيره من الموسم.
اول لقب في الدوري، لو فاز على ماينز خلاص يعني كده هيبقى من 2012 كان غايب اللقب، وكان هناك في بايرن ميونخ وهناك الناس قافله الباب ومفيش حد بيعدي، خلاص المفتاح في جيب بايرن ميونخ. لكن القصه اتغيرت تماما جدا هذا السيزون، طبعا مع تذبذب قرارات الاداره اللي هم لم يحسنوا التوفيق ابدا، خروجهم من دوري الابطال خروج طبعا غريب مريب، وطبعا مشاكلهم في الدوري، وطبعا المدرب بتاعهم نيلزمان اللي هو مشي راجل مدرب شاب واعد عامل نتائج كويسه جدا، لعيبه في الفرقه طبعا متضايقه عشان سنه قريب وكانوا بيلعبوا معاه، قصه مش يعني هنقول جديده على الدوري الالماني، لا هي متواجده في كل فرق الدنيا، ولكن في الاخر النتيجه اللي خسر بيها اداره بايرن ميونخ هي نتيجه ظلم هذا المدرب، نتيجه عدم استقرار الفرقه، نتيجه ان في عواجيز لازم تمشي، الشله الكبيره لازم تروح وتيجي، ففي الاخر هي دي كره القدم، تدي للي في عنده فرقه الاعمار السنيه متناسبه، لعيبه بتجتهد، دورتموند يستحق ان هو ياخد هذا الدوري، ان كانت ليه نصيب فانا اشجعه بكل حماس وبقوه، ان كانت بايرن ميونخ فانا اشجعه بكل حماس وقوه، لكن في النهايه احترم وجهات نظر واستقرار الفرق واحترم نجاحات الفرق. في الاخر دورتموند بيقدم عرض كويس، لكن في الاخر بايرن ميونخ قدم اخطاء كتيره جدا هذا السيزون، يستحق ان هو يخسر هذا الدوري، ايا كانت بقى ماينز عنده الفرصه ان هو يوقف بروسيا دورتموند او بروسيا دورتموند يحتفل على ملعبه بلقب غاب عنه بقى له 11 سنه. بكده تكون خلصت فقرة أخبارنا لكرة القدم العالمية، خلونا نروح لفاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نرحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الأخبار الخاصة بالألعاب الأخرى. البداية مع كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، النهاردة هيلاعب فريق الأنابيب الكيني في نهائي بطولة أفريقيا لكرة الطائرة للسيدات على صالة نابل بتونس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن فريق السيدات للزمالك قدر يفوز على نظيره فريق مونيت الجزائر بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي، بينما فاز الأنابيب الكيني على قرطاج التونسي بنتيجة 3-2. في شك كل التوفيق لسيدات الطائرة لنادي الزمالك في هذه الأمسية الأفريقية. يقول فريق الزمالك أحمد فتحي مديرا فنيا، ومحمد أنور مدرب مساعد، وإكرامي هيكل المدرب، وشادي فهيم محلل تقنية، وهبة حسنين مديرة إدارية. كل توفيق لطائرة السيدات لنادي الزمالك في هذه المهمة الأفريقية في هذا المساء. مشاهدينا الأعزاء مستمرين مع حضراتكم بكامل أخبارنا، فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الأعزاء بكده وصلنا لآخر فقرات حلقتنا، هي فقرة وان شوت. إنجاز جديد بيحققه لاعبي الاسكواش المصريين ومواصلة للهيمنة والسيطرة على بطولات العالم في اللعبة دي بالتحديد. يمكن توج أمس اللاعب علي فرج لاعب وادي دجلة للاسكواش بلقب بطولة مانشستر المفتوحة اللي أقيمت في إنجلترا حتى 21 من شهر يونيو الجاري، بعدما حقق الفوز على زميله كريم عبد الجواد في المباراة النهائية بنتيجة 3-1. كمان في منافسات السيدات فازت نور الطيب بلقب البطولة نفسها بعد فوزها على البلجيكية نيلي جيلس في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، وبكده تتواصل الهيمنة المصرية عفوا على لعبة الاسكواش، وشفنا لاعبين مصريين كتير الفترات اللي فاتت بيفوزوا ببطولات عالم كبيرة ويعتلوا منصات التتويج، وكمان بيتصدروا تصنيفات هذه اللعبة. مفيش شك ان هذه اللعبة هي ملكية فكرية للمصريين، هي يعني زي ما بيقولوا اتولدت في مصر وتم انشائها في مصر، وتعلموا كل العالم من المصريين هذه اللعبة، بتكبر وبتكبر وبرضو المصريين موجودين. ما فيش شك ان هذه البطولة صنعت في مصر وبطلها مصري ومصرية فقط لا غير. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج أخبار أون تايم، أتمنى نشوفكم على خير ودايما بالخير، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.